إذن للحديث عن الحرب التي تخوضها تركيا ضد الإرهاب، لا سيما بعد عملية تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي والكاتب ياسر عبد العزيز. حياكم الله أستاذ ياسر. أهلا بحضرتك وأستاذ المشاهدين. أهلا بك أستاذ ياسر. يعني في تصريح للرئيس أردوغان أثناء حضوره قمة الـ20 قال إنه لا مكان لأي شكل من أشكال الإرهاب في مستقبل تركيا وفي المنطقة. برأيك ما الذي يقصده الرئيس التركي في حديثه عن الإرهاب في المنطقة؟ وطبعا بعد الحادث بتاع تقسيم أصبح الأمر يعني أكثر خطورة، لا سيما أن تركيا داخلة على منعطف مهم جدا في تاريخها هو الانتخابات القادمة في 2023، وله ما بعدها، لها ما بعدها هذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات تؤسس وتؤهل لخطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخطة 2030. لذلك الرئيس يريد أن يعني يهدئ كل الأوضاع من أجل هذه الانتخابات، ومن ثم الخطة المأمولة للدولة التركية جمهوريتها الثانية. لذلك الآن الخطورة الحقيقية ليست في الداخل التركي، لكن الخطورة الحقيقية تأتي من جبال قنديل في العراق والشمال السوري المسيطر عليه الميليشيات الإرهابية المنفصلية في سوريا من الأقطاب اللي هي بي جي وغيرها. طيب، بحسب مسؤول تركي فإن تركيا حددت أهدافا لأماكن الإرهابيين في سوريا وستوجه لهم ضربات موجعة. هل تعتقد أن العملية العسكرية في شمال سوريا والتي تأجلت أكثر من مرة باتت اليوم على وشك الانطلاق؟ يعني خلينا نذكر المشاهدين أن من سنة 2016 بدأت تركيا في إنشاء ممر آمن، أو يعني نقدر نسميه بامر زون، لمنع التمدد الانفصالي الكردي بميليشياتها الإرهابية من الوصول لتركيا. هذا الممر وهذه المساحة الآمنة جعلت العديد من السوريين الموجودين في تركيا يعودوا إلى الشمال السوري مرة أخرى، ومن ثم منعت الحزب العمالي الكردستاني الانفصالي والتركي طبعا وأجنحته السورية زي الاي بي جي من الوصول مرة أخرى لتركيا في عمليات تستهدف الأمن التركي. لذلك نرى أن العمليات العسكرية في شمال العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري كانت ناجحة وكانت ناجعة بشكل كبير في وقف هذه الميليشيات وتحجيمها، بل ووأد عملياتها قبل البدء فيها. بنتكلم على 4 عمليات تمت خلال السنوات الماضية، عملية كبيرة كانت بتحضر ليها منذ بداية العام أو يعني من شهر الثالث من العام الجاري، لكن تعطلت كثيرا لأسباب كثيرة، منها داخلية ومنها إقليمية ومنها دولية. يعني أظن أن أمريكا وقفت كثير جدا وعطلت كثير جدا هذه العملية المهمة من وجهة نظر الكثيرين سواء المراقبين العسكريين أو حتى السياسيين في وقف ووأد هذه الميليشيات. للأسف الشديد الأمر أصبح الآن لا يتحمل الانتظار أكثر من ذلك. لذلك يمكن قراءة تصريحات هذا المسؤول أن الإدارة التركية بالفعل عازمة على البدء في هذه العملية. يمكن اللقاء اللي تم ما بين الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي بايدن أظن أن تطرق لهذا الأمر، حتى لو لم يعلن عن هذا، لكن بعد حادث تقسيم أظن بات من الواجب على الأمريكان أن يوفي بوعودهم ناحية حلفائها أو حلفها في حلف الناتو التركيا، والتي تنص ميثاق الناتو على
حماية الدول الأعضاء فيها. نعم، يعني بعد تفجير شارع الاستقلال هل باتت لربما دوافع ومبررات أنقرة أقوى لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق شمال سوريا؟ أظن بقى بالفعل، يعني بقى بالفعل الأمر بقى واضح وجلي، والأبرياء اللي تم التضحية بيهم من في عملية قسيسة وقذرة زي اللي تمت في شارع الاستقلال، أظن بقى الواجب كمان إن يبقى في مفارقة ما بين الازدواجية في المعايير اللي بيتم التعامل فيها مع تركيا من قبل الغرب. يعني عايز أقول لحضرتك إن أمريكا التي لا تصنف الميليشيات الإرهابية في سوريا وترى فيها حليف لمحاربة داعش، هي نفسها التي تقف بجوار تركيا في تعازي وفي كلام بمواساة، يعني لا يسمن ولا يغني من جوه. الآن هو الوضع بقى واضح، إما أن تكون حليفا حقيقيا وتدافع عن أمني كما أدافع عن أمنك، أو تظهر حقيقتك وتقول إن أنا مصطفى مع الإرهابيين وأدعمهم حتى الآن. الآن الحرب على داعش أظن خلاص، يعني يمكن العراق أعلنت انتهاء الحرب على داعش وما بقاش في داعش بالأساس، وفي سوريا خلاص أظن خلاص يعني جفت منابعهم، فما بقاش في حجة النهاردة إن أنت تقف قدام هذه الميليشيات الإرهابية وتساعدها وتدعمها وهي بالفعل بتصدر إرهابها إلى دول جوار وحليفة. نعم، إذن الكاتب والصحفي ياسر عبد العزيز كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.